نشهدوا افتتاح معرض لمشترك ما بين محمد عنزاوي انا كفنان ونازيس جبالي فنان من الاصيله. وهذا الفنان كيجي في اطار المعارض اللي كتقوم بهم جمعيه من الاصيله في اطار موسمها 44. وهذا المعرض ديالي اللي كنشارك به مجموعه ديال اللوحات الفنيه اللي هي انتاج ديال واحد السند للعمل اللي كيدخل في اطار المعرض اللي كنت قمت به في الدار البيضاء. هو هذا معرض في حد تكميله داك السلسله اللي قمت بها في الدار البيضاء واللي كان الموضوع ديالو هو الطريق او الشومه. دونك هنا او الطريق والشومه واصيله الحلوه اصيله لادوس. وهذا الموضوع هذا هو تقريبا لواحد اللي كتشوف هنا تشكيل ديال مجموعه ديال المشاهد ديال الاصيله ومواضع ديال الاصيله والالوان الاصيله وكل ما يتعلق باصيله كمدينه كنعيش فيها. افتتاح لمعرض لجوج ديال الفنانين من مدينه اصيله، الصديق العنزاوي محمد والمعرض ديالي انا في مركز الحسن الثاني للملتقيات الدوليه. هذا المعرض اللي كنت ديجا عرضته في مارس اللي فات في مدينه الدار البيضاء، فجبتو لهنا لاصيله باش نشاركوا مع الساكنه والاصدقاء والاحباب. وانا كبنت الموسم هذا شرف لي كبير، لانه ملي كنت صغيره لان بديت كطفله في ورشه الاطفال، ومن بعد كمراهقه، ومن بعد كطالبه في المعهد فنون جميله بتيتون كنت كمساعده، كنكون مع بزاف مع بزاف ديال الفنانين كبار، وكان حلم وانا كنظن بانه تحقق واحد الحلم انني نعرض في هذا المركز الحسن الثاني للملتقيات الثقافيه الدوليه اللي عرضوا فيه فنانين كبار. اصيله هذه السنه الدوره الرابعه والاربعون لمهرجان الاصيله، فعندي مشاركه بمعرض، وهذا المعرض طبعا هو خلاصه لسنوات من العمل، والنتيجه هي اللي كتشوفوا دابا. كان الاشتغال على الماده وعلى لون واحد اللي هو داك الاحمر السائد في هذه المجموعه، واللي من خلاله كاين مجموعه ديال 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 الرسائل المشفره اللي كنحاول كنتقاسمها مع الجمهور ديالي. شكرا. شاركت هذا العام هذا بالاعمال بثلاثة ديال الأعمال، بما فيهم العمل التجريدي الذي يوحي إلى ما نتجت عنه الحرب بين القطبين أو تضارب القوى القطبين. هذه اللوحة هذه كتعبر على نتيجة الحرب، ما نتجته الحرب إلا الهجرة، لم نرى شيئا آخرا من غير الهجرة. فبالتالي هذه الرسالة ديالي كانت في هذه اللوحة تعبير عن ما نراه كل يوم ما يحدث في العالم. أتقدم بالشكر الجزيل للسيد محمد بن عيسى رئيس منتدى أصيلة على الحفاظ على هذه التظاهرة التي أنتجت من مدينة أصيلة وشباب مدينة أصيلة من كبار الفنانين الذين قد يرسخون الفن المغربي. من سوريا أحد المشاركين في منتدى أصيلة الدولي الدورة الصيفية 44، الآن موجودين في قاعات العرض
في مركز الحسن الثاني بافتتاح معرضين مهمين بعتقد بالتشكيل المغربي والتشكيل العربي للصديقة نرجس الجباري والصديق الفنان محمد العنزاوي، وأعمال تستحق المشاهدة. يعني بنصح أي واحد يكون قريب من أصيلة أو موجود في أصيلة أنه يزور مركز الحسن الثاني للاطلاع على هذول التجربتين المهمين. يعني شويش ديال